اليوم زيارة مركز الترميم بالدارة ذات الملك عبد العزيز، وهو في الحقيقة من المراكز المتطورة لحفظ الوثائق والمخطوطات العربية وغير العربية. وفي الحقيقة نعتبر هذا المركز مفخرة لكل طبعا مراكز الدراسات والبحوث في المنطقة العربية بأكملها، وهو في الحقيقة من المراكز المتطورة جدا، والذي طبعا حصل على جائزة الايزو بفضل هذه التقنيات الجديدة والمتطورة. وأهم ملاحظة في الحقيقة هي حرفية الموظفين القائمين على ترميم الوثائق. فهذه الحرفية في الحقيقة لم يستطع المركز الوصول إليها إلا بعد التدريب والتخصص وعمل جاد لفترة طويلة إلى أن يصل إلى هذه الحرفية الممتازة في طبعا ترميم والحفاظ على المخطوطات والمجلدات جميعا. نشكر القائمين على هذا المركز.